أردنا نطلق عليها تسمية. اي يعني اي احنا نعرف كاك نجم، انت تعرف جنابك انه مفهوم الاغلبيه حتى رفض من داخل المكون الشيعي، يعني حتى مع الشريك الاساسي داخل المكون الشيعي اللي هو التيار الصدر الاطار اختلف معه في مسألة تأسيس الدولة أو تأسيس السلطة أو الحكومة الحالية على أساس الغالبية السياسية، وتمسك بمفهوم التوافق، وهذا هو الصحيح الذي يوالم على الأقل في الوقت الحاضر المرحلة الموجودة حالياً بالنسبة في داخل المكونات وبين المكونات السياسية. وإذا كان أحد المكونات أو مكونين من المكونات في حالة ضعف مؤقت بسبب خلافات، هذا لا يعني أنه نتوجه نحو المفهوم الأغلبية، أو لا بمعنى آخر لا يمكن أن تأخذ الأغلبية أو مفهوم الأغلبية عندما ترغب وأن تفرض حالة التوافق عندما ترغب. الواقع السياسي الحالي الكرد مثلا، أنا من ناحية أشيلك من ناحية الكرد، شريك أساسي، شريك في تأسيس الدولة، شريك في بناء الدولة، شريك في الدفاع عن الدولة، جزء أساسي من كتابة الدستور، المدن والقصبات والنواحي والأقضية في كردستان كانت ملاذاً للمعارضة العراقية، كانت ملاذاً للنازحين، البيجمرق للأيام داعش، منظومة الدفاع كانت منظومة البيجمرق كانت جزء من منظومة الدفاع عن سيادة العراق أيام داعش والدفاع عن الموصل وكركوك وغيرها. نعم. ولهذا أنا أقول كل المكونات الثلاثة باختلاف أعدادها هي جزء وهي شركاء أصلاء وجزء من العملية السياسية ومن مصلحة الحاكمية الحالية أن تكون المكونات ضمن تعتبر نفسها جزء من هذه المنظومة وجزء من الدفاع عن هذه المنظومة. كلما كان هذا الشعور أقوى كلما كان مستقبل هذه الدولة، وأنا أعتبر حاليا المنظومة السياسية أو الحاكمية الحالية هي صمام أمان لدولة العراق أو لمستقبل العراق في الوقت الحاضر إذا ما التزمت بأسس الشراكة الفعلية بين كل المكونات.